متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. احنا معاكم النهارده في بث جديد من محافظه الشرقيه، وتحديدا من امام محكمه جنايات الزقازيق. النهارده جلسه الثانيه، الجلسه الثانيه لمحاكمه المتهمين بانهاء حياه ساره احمد، الشابه اللي عمرها 25 عاما، اللي راحت ضحيه غدر. للاسف الشديد ساره كانت لسه شابه في مقتبل العمر، لديها 3 ابناء، كانت عايشه في بيت جوزها، كانت سعيدة، ولكن للأسف الشديد حصل ليها ظروف وتم الاعتداء عليها وتوفيت متأثرة بجراحها. يمكن احنا نقلنا لحضراتكم الجنازة وكمان تفاصيل الواقعة، واللي كانت شهدت طبعا ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وحزن جميع أبناء محافظة الشرقية على سارة رحمة الله عليه. احنا معانا أسرة سارة النهاردة، هيحكونا تفاصيل الواقعة وهيقولونا ايه اللي حصل بالتفاصيل. نا عايزين نسمع بس من حضرتك، معلش نسمع منك. انا عارفه ربنا يصبرك يا رب وربنا يرحمها. ساره يعني يمكن كانت البنت الوحيده لحضرتك؟ لا طبعا، يا ربنا بنتك ساره كانت كبيره. احكي لنا يعني، عايزين بس معلش نفكر المتابعين بالواقع علشان طبعا حق ساره. قولي لنا ايه اللي حصل لي ساره، جوزها كان موجود ولا لا، ولا كان فين، ولا ايه اللي حصل؟ جوزها كان مش موجود معاها، يعني جوزها مش طرف في ال... اتصلوا علينا، اتصلوا على بابا وهو شغال في مجلس المدينة. قالوا له سارة، قالوا له سارة بنتك ماتت. كان ده الصبح الصبح الساعة 9:30. قالوا له كده على طول سارة ماتت. هي سارة اصلا كانت فيها اي حاجة قبل كده، بتعاني من اي امراض او اي حاجة؟ لا لا لا، كانت زي الفل، ولا عمرها اشتكت بحاجة. انا مش صدقت، عشان هي مش اشتكت قدامي بحاجة اصلا. وبعدين ابوها ضرب علينا وقال لي قال سارة ماتت. فاحنا كنا بنجري، مش كنا مصدقين. ما كنتش متوقعين؟ لا، ضرب على عمها وعمها ومرت عمها وانا جرينا، وانا مش كنت متوقع ان سارة مش جات لي فيها حياتي. هي كانت عندك اخر مره امتى قبل الواقعه؟ مش شفت سارة بقالها شهرين. شهرين كمان؟ مش من نفس البلد اللي انت مقيمه؟ لا، انا في سارة متجوزه في المنيا، انا في منيه المكرم، انا في عزبه فخار في منيه المكرم، انا من عزبه ابو خليل. اجوار المكان اللي انتوا قاعدين فيه. هو عزبه ابو خليل، عزبه ابو خليل. مش لها دعوه بالمنيا، مكان مختلف. المنيا شارع الدروس، مكان مختلف يعني. فابوها جري وعمها خدني وخد مراته وجرين، رحت لقيتهم صوت. ايه سبب ان ساره كانت ما بتجيش ليكي بقالها شهرين؟ هو بتقول ان جوزها مسافر اصلا. هي كانت بتكلمه، وبعدين قال لها ما تروحيش. كل ما اقول لها تعالي يا ساره عايزه اشوفك، متوفى دايما وهم مهددين، تعالي يا ساره عايزه اشوفك، تقول يا ماما قال لي مش ما تروحيش انت. علاقتها ما بينها وما بين جوزها كانت عامله ايه؟ كانت حلوه والله يعني، بس العلاقات ما بينها وما بين حماتها واسرتها ده كانت متفاوته باستمرار. بينها وبين حماتها، بين حماتها وبين عمتها دي، دايما هم اللي كانوا بس المش يعني المشاكل كلها كانت من تحت راسها. كان دايما عمتها وحماتها دول اللي كانوا دايما اللي في مشاكل ما بينهم. كانت دايما تشكي منه وسلف. اما زوجها كان علاقته كويسه جدا معاها. جوزها كان مسافر، ما مش هين. مش هين. بس ما تروحيش عندهم، ما تروحيش عندهم، ما تروحيش عندهم، ما تروحيش. كانت بتحترم كلمتها وكانت بتقعد في البيت زي انا عايزه اشوفك يا سارة. ايه اللي حصل بقى؟ هي كانت كئيبة يعني، حتى المكان. حضرتك والد سارة؟ والد سارة. احكي لنا بقى يوم الواقعة ايه اللي حصل كده، معلش ارجع لك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ناشد اهل الخير اللي هم بيسعوا في جيبان الحج للغلابة. انت واثق ان احنا في دولة قانون طبعا، واحنا في دولة قانون والقانون فوق الجميع. اكيد طبعا، وقانون مصر طبعا نزيه. أكيد طبعا، ما بيعملش اعتبار لا فقير ولا لغني، القانون فوق الجميع، القانون فوق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وأناشد برضو القضاء العدل.
اكيد طبعا قضاء العدل. القانون المصري ان هو قضاء القانون عادل. المصري اللي هو عادل. النزاهه كلها والحق فوق الجميع والعدل فوق الجميع. انا كنت شغال عند مدرسه الثانويه العسكريه قريبه من طريق المنيا، يعني بيني وبينها حوالي عن 10 دقائق ربع ساعه. انضرب عليا تليفون، تعالى يا احمد بنتك ماتت. طبعا ارقام ببص على الرقم مش فيه اي اسم. رحت رميت المغزى، يعني تليفون متصدم التليفون كده وجري زي لهم. اه والله رحت لقيت الناس، يعني اعتبر انا اخر واحد، انا يعتبر كنت رايح زي ضيف. قابلني واحد يدعى لطفي، لاين خساره اقول الشيخ لطفي ما بدون ذكر اسماء، بلاش ذكر اسماء، بلاش ذكر اسماء. قابلني واحد منهم ينتمي اليهم، قال لي يا عم احمد تعالى البقاء لله، واحنا عملنا التسريح وفتحنا التربه وفرشين الصوان ورا لا لا، يعني انا اخر واحد من يعلم. طب بعد اذنكم انا بدي اخش اشوف بنتي. دخلت على بنتي لقيتها متمدده في الحصيره والمغسلين في السرير والمغسلين حواليها والدنيا والكفن والدنيا. حبيتها في جرتها وقلت ربنا كله عوض. لا هو ده كله حصل وانتوا اصلا ما كانش عندكم خلفيه ولا مفيش خلفيه، رحتوا لقيتوها بتتغسل وبدون لا الجنه متمدده والمغسلين المغسلين حاطين الكفن جانبها. ازاي يعني ازاي يتم عمل ده كله من غير ما انتوا ما نعرفش ما نعرفش. حتى قريبهم ده قالت تسريح الدفن طلعوا يا عم احمد ويلا عشان ان شاء الله ندفن. قلت طب استنى ما ايه ما يعني جيب دكتور تطمنوا عليها ميته يعني يمكن ساكته انتوا مش متوقعين اصلا ان هي تكون توفت وفاه مفاجاه. دخلت دكتور عليها حريمي في دخلت حريمي طبعا بعد ما اتصلت بيهم اجوا حريمي كشفوا وش الدكتور بقول لك انا دكتور ايه كشفوا وش ساره لقوا في دم من الانف في دم من البق. قالوا بس يا عم احمد انت بتعمل ايه حاسب ولا تغسل ولا تعمل اسم حاجه خالص، انت روح على ضبط المباحث اكتب بلاغ ان بنتنا تروح الطبيب الشرعي، بنتنا مقتوله. تداولنا وجبنا برضو جبنا دكتور دكتور جبنا دكتور اجى شافها قال انا طبيب النبي طلعني من هنا طلعني من هنا المكان كئيب كئيب كئيب. يا عم احمد ما تسيبش حق بنتك، بنتك مقتوله. هو اللي شجعني طلعت على محمد بيه، محمد بيه نبيل ضبط المباحث ونعمل مقابله ونعمل احترام. قام معايا على اكمل وجه محمد بيه نبيل ضبط المباحث ونعمل احترام ونعمل مقابله. قام معايا وراح وشاف راح محول بنتي على الطبيب الشرعي. والطبيب الشرعي اللي قال كلمته. واحنا بنطلب القصاص والعدل. نطلب القصاص والعدل. والقانون فوق الجميع. اكيد طبعا. القانون قانون مصر فوق الجميع. ولا غني ولا فقير. وبدي اناشد اهل الامن والقضاء طلباتك النهارده. انا طلبات القصاص العادل ده وحق العدل عند القضاء وهيرجع لان انا عارف القضاء مصر قضاء نزاهه اكيد طبعا ما حدش فوق القانون. انا عايز طلباتك النهارده القصاص. ربنا يريح قلبك يا رب وان شاء الله رب العالمين يبقى القصاص القريب وان شاء الله حق ساره يرجع. ربنا يصبرك يا رب. شكرا.